عربية اوكتافيا فضي جت عكس الاتجاه، وقفت ضربت نار بكمية مهولة على العساكر اللي واقفة، موتت العساكر ثلاثة في لحظة. بعد كده العربية جت من الاتجاه المعاكس لغاية عندنا. انا كنت قاعد على القهوة بتفرج على ماتش، فجأة كده سمعت صوت ضرب نار وعناية جايبة، شفت العربية، شفت كمية النار اللي خارجة من البندقية، ان البندقية كانت طالعة من قلب الباب اللي ورا. بعد كده العربية اتحركت اكن واحد بيتمشى بالعربية على الكورنيش، مشى بكل سلاسة وبكل هدوء خالص، جه لغاية عندنا. انا كل اللي قلته لصحابي اللي كانوا قاعدين جنبي، عربية بتضرب آلي، عربية بتضرب آلي. فجأة لقيت جمال راح ماسك شيشة وانا مسكت صندوق. اول ما جت العربية من ناحيتنا راح جمال ضرب السواق بالشيشة، بالفرغة بتاعت الشيشة، ضربه على جنبه الشمال. ده كله الضربة كانت جامدة لدرجة ان الشيشة اتكسرت والازاز وقع جوه العربية وبره العربية. انا بالصندوق رحت ضارب الازاز، السواق اختلت العجلة معاه وحاول ان هو يلم نفسه ومشي في مجاية عربية فداه وجري. اللي حصل بعد كده ان ضباط الداخليه كلها اللي كانت موجوده كانت فاكره معتقده ان الضرب كان جاي من جامعه الازهر. طبعا جمال خد العربيه بتاعته وجري وراهم. انا جريت على اللواء اللي كان موجود والضباط الموجودين، قلت لهم اللي ضرب العساكر عربيه اوكتافيا ورقمها كذا كذا ولونها كذا وكذا، وجريت من الاتجاه كده، بلغتهم اوصاف العربيه ورقم العربيه ومفيش حد عمل حاجه.